انت شايف ان انا احتاج محامي في الموضوع ده؟ والله يا استاذ هاني انا ما اعرفش تفاصيل العقد اللي بينكم، بس المبلغ اللي مطلوب صاحبه كبير، وده هيخلينا لازم نمشي قانوني في الموضوع، لانه كده يقدر يسحب المبلغ كله كاش. انا عندي فكره، لو تقدر تلاقي طريقه تقنعه بيها انه يغير البند الخاص براس المال في العقد اللي بينكم، ونغير الصيغه من شريك لمساهم. انا اصلا دلوقتي مش عايز اشاركه، مبقتش استأمنه على حاجه، وهو عايز ياخد فلوسه كلها كاش، وده لو حصل الشركه هتهد فوق راسي. فيعني كل اللي انا بطلبه ان ياخد فلوسه دي على دفعات وتحت اشراف البنك. يا اخي ده انا عميل عندكم يجي مثلا بقالي 9 سنين بالظبط كده، فانا دلوقتي عايزك تشوف لي طريقه اخد بيها قرض من غير ما اكسر الوديعه ولا ياخد فلوسه كاش. دلوقتي هو كل الفواتير اللي اتحصلت اخدها هو، ما خدناش منها اي حاجه. طيب على حسب معلوماتي ان انت داخل بالمنتجع والخدمات وهو داخل بالسيوله، صح كده؟ بالظبط كده. تقدر تفتكر لي ايه اللي باقي له من حصته؟ والله اللي باقي له يخلص السيوله كلها اللي معانا، يعني ممكن يوقف الشغل كله.